موجز الأخبار من القدس دوت كوم، أهلا بكم. استشهد 4 لاجئين فلسطينيين في سوريا أمس جراء نقص الأغذية والقصف الذي تشهده المخيمات هناك. انطلقت فعاليات في مختلف أنحاء الضفة وغزة إحياء ليوم الأسير الذي يصادف 17 من نيسان. وقال نادي الأسير إن 95% من الأسرى يتعرضون للتعذيب منذ لحظة اعتقالهم حتى نقلهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق. كشفت السلطات الإسرائيلية عن اعتقالها صحفيا من حيفا السبت الماضي عقب زيارته إلى لبنان، حيث يعمل في جريدة السفير، وذلك بتهمة زيارة دولة معادية. يتلي الجزائريون بأصواتهم لاختيار رئيس للبلاد للخمس سنوات المقبلة من بين 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة الذي ينافس على ولاية رابعة لها. وأخيراً قتل 12 جندياً عراقي على الأقل وأصيب 15 آخرون بجروح في هجوم بأسلحة رشاشة شنه مسلحون مجهولون على مقر عسكري قرب الموصل. نهاية الموجز، شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء. أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.